طليقك حاول يرجع لك؟ اكيد كان في محاولات في الاول. وانتي وانا قلت لك قبل كده ان احنا الاثنين كان عندنا قناعه لما فكرنا احنا الاثنين طبعا انه كده احسن لنا احنا الاثنين. ما فكرتيش ولا مره ترجعي عشان خاطر نديم؟ انا علاقتنا كانت كويسه جدا لدرجه انه يعني احنا بنخرج مع بعض وساعات بنسافر مع بعض، فهو في حياه اسريه هو ما افتقدهاش نديم. نهايه ما تقوليش بقى ده سؤال اتجوز. ما كانش في محاولات ان هو ان انتوا ترجعوا؟ لا ما متجوز خلاص على طول يعني بعد الطلاق اتجوز؟ شويه واتجوز خلاص، هو عمل في بيت مستقر ربنا يسعده ويهنيه في بيته خلاص. لكن لو مش متجوز ممكن كنت افكر ليه لا، مش عشان حسام ابني ليه لا يعني. طالما المشكله هتتحل ما كنتش طلقت من الاول؟ لا كان في مشاكل ما كانش ينفع، انا ما بحكيش في حاجات خالص. ايوه بس يعني كان في حاجات واصله للنهايه ما كانش ينفع. لا اللي عايزه انا بتكلم لو دول كانوا اتصلحوا، لو انا كنت على فكره صلح الحاجات دي قبل ما يتجوز كنت رجعت له. طيب السؤال هو هل نعيش علشان خاطر ولادنا حياه تعيسة الست فيها مش مبسوطة وعندها مشاكل، ولا يحصل طلاق متحضر